بإمكانيات عالية اللي هو صالح بشير المهاجم الاتفاقي. انتظر فريق الاتفاق كثيرا لكي يصل إلى الضربة الركنية الأولى لصالح. جول أول في المباراة، جول أول في المباراة لصالح الاتفاق. انتظر الاتفاق لغاية الدقيقة 44 على الشوط الأول من المباراة، ومن ضربة ركنية على طول يتمكن لاعب. شوف 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 مرة ثانية كواي جونيور يلعب الضربة الركنية. لاحظ أظن يسري الباشا، أظن يسري الباشا. شوف مرة ثانية، شوف مرة ثانية الضربة الركنية اللي تلعب لصالح فريق الاتفاق، ورأسية التحول ويأتي الهدف الاتفاقي الأول. شوف مرة ثانية رأسية حلوة، رأسية حلوة على طول ملعوبة في المرمى، ربما تكون من كواي جونيور الغاني اللي يتمكن من تسجيل أول أهداف هذه المباراة.